الجلديه لازم الايتيز كده معينه لازم نعرفها. اول حاجه الايميولوجي بتاع كل ديزيز كلينيكال بيكتشر شامله حاجتين الانيشيشن والموست كومن سايت. في ديزيز كده بنشخصها في السايت بتاعها عند حاله الاكني فالجاريس معروف ان هو في بالنسبه لكم انتوا على الاقل موجود ممكن تلاقيها في الترنك في الابر شيست والابر باك بس مينلي في الفيس تمام. في حاجات ثانيه مثلا زي التشيكن بوكس مينلي بتبقى فين في الترنك في السنتر بتاع البوكس ما سنتر بيتا اللي بنشخصها بالمكان بتاعها تمام. بس ما يمنعش انها ممكن تبقى جنرالايز لو الحاله اكستنسيف شويه او سيفير شويه خلاص كده. حالات يعني اي حاجه كده وانتوا بتذاكروها لازم الانيشال ليجن الكلينيكال بيكتشر شامله حاجتين الانيشال ليجن موست كومن سايد تمام. بعد كده خلصنا الكلينيكال بيكتشر بتاعتنا هنشوف الانفستيجيشن. هل في عندنا انفستيجيشن مثلا يعني دايجنوزس نشخصه ازاي خلاص. بعد كده في حاجه اسمها ديفرنشال دايجنوزس في الجلده دي مهمه جدا 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 لان معظم الليجن كلها شبه بعضها تمام. ديفرنشال دايجنوزس دي مهمه قوي. بعد كده التريتمنت بقى لو مسكنا كل ايتم كده ولخصنا الكتاب هنلاقي الجلديه كلها بقت في صفحتين خلاص. لا والله ماشي كده. هنبدا بقى بالايتمز دي تاني يبقى انت فكرت بيها هنبدا بيها تاني كده واحده. ايه هي الحكايه المفروض دي هي تعرفها انها احنا ما بنعتبرهاش ديزيز قوي. هي دي رياكشن لحاجه خارجيه او حاجه داخليه تمام. هي بتبقى اكيوت وسيلف ليميتنج ممكن افكتنج السكن او افكتنج الميوكوس ميمبرين تمام. وهي بتبقى الليشن ليجن بتعمل حاجه اسمها تارجت ليجن. يعني ايه التارجت ليجن؟ يعني عارفين اللي هي هو مشبهينها عارفين الورقه بتاعت النشان دي اللي هي بوابه كتير هي دي اسمها التارجت ليجن. بتبقى عباره عن ايه التارجت ليجن دي هنشرحها بعد كده دلوقتي. طيب ايه الايتيولوجي بتاعنا؟ لو الايتم التاني اللي احنا قلنا عليه الايتيولوجي. ايه الايتيولوجي بتاعنا في الحالات الايرثيمولوجي 4؟ عندنا انفكشن ده كاتيجوري كبير جدا منها ممكن تبقى فايرال او بكتيريا او فانجل انفكشن. اي نوع من الفايرال انفكشن ممكن يعمل لنا رياكشن تعمل لنا ايرثيمولوجي 4 فانجل اي نوع من الانفكشن. بس مينلي اهم حاجه عندنا بنحب نركز ده موست كومنلي يعني يجي البيشنت عنده دور برد طالع له شويه هيربس ترمس. عارفين طبعا ايه الشيء بتاع هيربس ترمس شكله ايه؟ بيبقى فيزيكال على سيم التثبيط وحوالين الايه؟ تبقى بيري اوريفيشال يعني اراوند الماوس اراوند النوز الحته دي تمام؟ كومنلي قوي يجي البيشنت مثلا كان عنده دور برد وبعد البرد ما خلص او ساعه البرد بدا بقى شويه حاجات سكين ليجن كده. هي دي الارتياموت ده الموست كومن اللي عندنا في الانفكشن تمام؟ الحاجه الثانيه اللي هي الرقص. الرقص دي كل انواع الرقص ممكن تعمل لنا اي رياكشن من اي نوع اي ليجن. واضح كده يا دكاتره؟ ممكن تعمل لنا ارثيماتي فور ممكن تعمل لنا رابيد ارابشن سيكل ارابشن ارتكاريا اي حاجه ممكن تعمل لنا اي نوع رقص. حتى لو مسكتوا اي فتحتوا اي بنك كده اي حاجه انتي بايوتيك اي رقص هيقول لك ممكن يعمل سكن رياكشن خلاص في اي حاجه. السكيل اكشن ده او ممكن تبقى منها الارثيما ماتفور خلاص. ايه الموست كومن عندنا بقى اللي بيعملوا اللي هو حاجات السلفونامايد ده والكونتراسبتيف اللي هي هرمونال ثيرابي. بس السلفا دي كومن لي قوي عشان كده البيشنت. بس ساعات يجي يقول لك ايه انا باخد السلفا دي بقالي كتير اشمعنى المره دي اللي عملت لي الحساسيه؟ وارد جدا ده تعملها له في اي وقت مش لازم اول مره ياخد الدواء تجيله الحساسيه. بس وانس انها جات له حساسيه من الدواء ده المفروض يبقى عارفه بقى ما عادش هو بكل مشتقاته تمام. الاسترفه دي فيها هتلاقيها موجوده في حاجات كتيره جدا في الانتي بايوتكس موجوده في السوق خلاص. في ناس يجي لها حساسيه مثلا من الايه دواء الصداع حاجات اللي هي بقى الفولترين مش عارف كل حاجه الكوفين الحاجات دي كلها تمام. في ناس تجي لها حساسيه من الاسبرين اللي احنا اللي عادي كل الناس بتاخده هو مني. يعني مش شرط يقول لك ده حاجه عاديه. لا هو مش حاجه عاديه. اي دواء في الدنيا ممكن يعمل حساسيه وما تبقاش غلط الدكتور ولا حاجه. يعني مثلا في مثلا انا ممكن ادي لحد علاج تعمل له حساسيه يروح لحد تاني يقعد يشتم فيا ده غلطه الدكتور وغلطه ده مش غلطه تمام. لان وارد جدا ان اي حد يكون عنده حساسيه وهو ما يعرفش تمام كده. بس وانس ان هو عارف عنده الحساسيه دي يبقى خلاص يبقى عارف وانت تعرف البيشنت بتاعك ان ما ينفعش تاخد العلاج ده لازم تبقى عارفه اوير بيه. واي حد يكتب لك حاجه بعد كده نبه الدكتور اللي بعديا لو بيكشف عليك يقول له كذا. ماشي يا دكاتره؟ دي مهمه جدا جدا لان فيها بعض الحالات بتبقى فيتال. هتشوفوا دلوقتي حالات الاثيام ارتكورم في منها الطايب منها اللي هو الفيتال. في ديزيز ثانيه بقى اي نوع من الديزيز كل شيء ديزيز ممكن مع البريجننسي مع اي نوع من البريجننسي ساعات تبقى فيتال. بس عايزين نعرف هنا بوست كومن اللي عندنا هي بوست كومن بتاعت الاثيام ارتكورم ايه؟
قولي الاسم. ايه الكلينيكال بيكتشر بتاعتنا بقى؟ هو اللي اسمها التارجت ليجن اللي احنا قلنا عليه. طب التارجت ليجن دي بتبقى شكلها عامل ازاي لما تيجي نوصفها بقى؟ هي بتبدا عباره عن تافيوس. عارفين التافيوس شكلها عامل ازاي؟ حاجه عاليه شويه عن السكن زي قصه الناموس كده. السنتر بتاعها بقى بيبقى لونه مختلف. ممكن يبقى لونه مثلا فارنشت شويه لونها غامق شويه عن لون الايه البابيول كلها، او ممكن يبقى في السنتر بتاع البابيول دي فيزيكال زي الصوره اللي احنا شفناها في الاول، تمام؟ او ساعات الفيزيكال دي بترابشر وتعمل لها كاست. اي حاجه من الفورم الثلاثه دول بنقول عليها فارنشت، تمام؟ يعني هي بابيول عارفين بالظبط ارصد الناموسه شكلها عامل ازاي، هي دي. السنتر بتاعها في حاجه مختلفه، ايه الاختلاف اللي فيه؟ يا اما في فيزيكال، يا اما الفيزيكال دي رابشرت عملت كراست، يا اما ثابت لون مختلف لونه غامق شويه، لونه بيبقى فايليش لونه ميت كده شويه. خلاص؟ يبقى الثلاث حاجات دول بنقول عليها فرق. تمام. خلاص كده؟ طيب عندنا الطريقه بتاعتنا بقى ايه؟ احنا قلنا فيها حاجه اسمها ماينور اللي فيها مالتي فورم وفيها الكيشن. الماينور دي بتبقى افكتيف للسكين بس، ده الوصف اللي احنا قلناه. بتبقى كوميدي سكين اونلي، بتبقى ممكن تاكيو زي ما قلنا، ساعات التاكيو دي بتعمل ايه؟ فيزيكال عليها اللي هي التارجت، او فيها فيزيكال اربشن تبقى فيزيكال بس افكتيف من ايه للسكن. السيفير فورم بقى اللي هو الارسيما ميجور ده، ده من اسمها كده ميجور، ده افكتيف للسكن في الميكوس ميمبرين. بتبقى افكتيف الميكوس ميمبرين بقى كلها افكتيف خصوصا الاورال، ممكن افكتيف الاي. انا افتكر حالا اول ما استلمت نيابتي من كام سنه كده كان عندها ارسيما ميجور، ولد صغير كده كان واخد سلفا، لو سلفا دي حاجات في الانسفاج، تمام؟ كان واخدها عملت له ايه ارسيما ميجور لو كان عليه ستيفن جونسون سندروم، احفظوا الاسم ده، تمام؟ ده الميجو، ده الارسيما ماتيفورم ميجو. وبعدين بعد فتره هو طبعا قاعد بقى يتعالج بره كتير، عقبال ما جالنا كان عنده بلايندنس ما بيشوفش. يعني اذا كنت تاخدوا بالك حاله الارسيما ماتيفورم ممكن تعمل كورنيال التريشن، تمام؟ والبيشنت ممكن ما يشتكيش منها وتقعد فتره لغايه ما يحصل ايه كورنيال اوباستي، ممكن البيشنت ما يشوفش. عشان كده حالات الارسيما ماتيفورم لازم نعمل ايه؟ نقول البيشنت تروح تكشف عشان نطمن ان في ألسر في الكورنيا ولا لا، تمام؟ دي حاجات ما هو قلنا دي افكتيف للسكن والميوكوس ميمبري، يعني الاي ممكن افكتيف، الجي اي تي ممكن افكتيف، ممكن تعمل بليدنج سواء كان فوميتنج كده او بلاد او في الاسطول، في بلاد في الاسطول، ممكن كل المانيفستيشن دي عشان نقول عليها كده ميجور. ودي من الحالات اللي لازم نعمل لها ادميشن في الهوسبيتال، ما ينفعش تعالج بره في البيت، تمام؟ لما نوصل للميجور دي اللي احنا قلنا عليها الايه؟ التارجت شايفينها عامله ازاي؟ دي عباره عن باكيول اهي، والسنتر بتاعها فيه ايه؟ فيزيكال، تمام؟ هي عباره عن باكيول بس الفيزيكال كبرت شويه ممكن عليها بولنس ايربشن. واضحه؟ السنتر بتاعها شكله فيه حاجه غلط، مش مظبوط، مش نفس اللون ومش نفس الشكل بتاع الباكيول كلها. دي بنعملها في التارجت ليش؟ شايفينها هنا دي؟ اهي دي التارجت دي بره، دي كلها باكيول اهي، بس السنتر شايفينها عامل ازاي؟ لونه مختلف شويه. واضحه ولا مش واضحه؟ انتوا ممكن تفتحوا النت كله في الصور دي معايا. دي بقى الايه؟ الميجور. تبقى كل الماوس كده التريشن، والالسر دي ممكن تيجي في الاي، ممكن تعمل كونجكتيفايت زي الكيما اللي احنا شايفينها، زي كورنر الالسر، ممكن توصل لوباستي، كورنر اوباستي، تمام؟ افكتنج اي 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 ميكس مدريد. خلاص؟ دي يعني عشان كده بقى عليها ايه؟ الكيما مكتوب بايه؟ ستيفن جونسون. ابتدي في نقطة المدينة على شكل أطول؟ اه. روجة وأكثر سكة. طيب بنعالجها ازاي بقى؟ لازم أول حاجة نعمل تيست كويس أوي من العيان، وأنا عايز أشوف السبب إيه. عشان لو اه عشان لو ضرب ناخد نقول له بلاش نضرب، لو فايرال انفكشن ناخد تريتمنت للفايرال، لو أي فانجر ناخد ممكن نشوف السبب إيه بتاعنا، لو ما لقيناش سبب خلاص يبقى هي إيجي باستك مفيش مشكلة هنعالجها بقى. بتبقى غالبا كلها بتبقى سيمتوماتيك تريتمنت. يعني إيه لو فيها إيجينج دي أنت سوزنج ايجنت عشان تبقى حاجه ايمونيانت للبيشنت لو فيها عشان برضه عشان الايتشي مين يبقى بندي توبيكال ستيرويد لو فيها حاجه لوكالايز بندي سيستميك ستيرويد لو هي جنرالايزد على البودي او اللي هو الستيفن جونسون سندروم بتبقى الدوز بتاعتنا من 20 ل 40 ملي جرام خلاص يبقى ده الميديكيشن بتاعنا لو هي ستيفن جونسون لازم ندي كورتيكوستيرويد ساعات تبقى لايف سيفنج خلاص ده بالنسبه للقيمه ماشي كده يا دكاترة؟ دي أول نوع من الرياكشنز. النوع الثاني حاجة اسمها الريتيما نودوزم. من اسمها كده نودوزم يعني تبقى الانشيليجن بتاعنا عبارة عن ايه؟ نودوز.
البصمه عارفه كده الفرنش دي مش عارفه الفرنش برضه اللي هي عباره عن هايبر سنسيتيفيتي رياكشن بتبقى هي بتبقى النوديول ماشي يا فيجن اسمها النودوزا بتبقى النوديول. طب وصف النوديول دي بقى شكلها ايه؟ يعني النوديول وخلاص؟ لا بتبقى انتمتس احمر وتندر الفيجن مش قادرين نلمسها تمام. وبيتر فيلت فانسي يعني لازم احسها بتبقى ديب شويه النوديول ديب بتبقى ديب ما تبقاش عامي قوي وهي موجوده على ايه؟ الاكسنتر بتاعت الاكس فرونت بتاع الديسك تمام؟ طب اسبابها ايه بقى؟ تقريبا هي نفس الاسباب بتاعت الارثيوم مالتي فور بس بتبقى ان في حاجات مختلفه شويه. اهم حاجه مين عندنا هنا في الارثيوم الغلوطه هي الديبس ده مين بقى؟ انما لو بصيتوا كده هتلاقي كلها ايه؟ ممكن تتقلب يعني ماشي؟ هي نفس الاسباب تاني فانجر انفكشن يبقى انفكشن بصفه عامه فيروس فانجر بس مني لازم تفتكري انك تكتبي لو ما كتبش الليبرس يبقى فانجر مش زي الثانيه مين كان فيها ايه في الليبرس كده. هنا بقى زي ما قلنا برضه الدراجز ممكن اي اذر ديزيز في برضه الانفلاماتري باور ديزيز دي مهمه جدا برضه حالات الالتيما نيروزا ده بتبقى ديزيز كده افكتنج الجي اي تي بيبقى فيها برضه اصليشن كده بتبقى اصليشن معاها ايه الالتيما نيروزا دي ممكن تبقى ايه الالتيما خلاص زي ما قلنا كلينيكال بيكتشر بعد كده لازم نعمل كلينيكال بيكتشر الموست كومن انفليشن الموست كومن ساعات موجود على ايه؟ على الاكس ده الموست كومن انفليشن الانفليشن بتاعنا بتبقى نوديول وبتبقى ايه؟ ساعات النوديول بتتحل مع بعضها كده السبايس بتاعها يكبر شويه تعمل لنا ايه؟ تيومر او بريك خلاص ولازم يبقى فيها يعني النوديول دي بتبقى تندر زي ما قلنا وبتبقى بينكل وتندر لما بتخف بقى بتسيب لنا بوست انفلاماتوري هايبر بيجمنتيشن خلاص لازم تسيب بعدها هايبر بيجمنتيشن لفتره خلاص ولا كده يا كفرة ده بالنسبه للالتيما اهم حاجه عندي انها تعرف انها بتيجي مع البيبس دي اكتر ده النص بتاعنا الساعه بتاعها وتبقى نوديول بيتا هايبر بيجمنتيشن هتشوفها بعينيك خلاص مع انها واضحه اهي بس ممكن من بعيد تطلع ما فيهاش نوديول هايبر بيجمنتيشن بس لا انا ممكن نوديول دي نمسكها كويس خلاص ده بالنسبه للالتيما. طب التريتمنت بتاعنا نفس التريتمنت بتاع الاريثيما مطلوب هو هو كل الرياكشن دي على فكره التريتمنت بتاعها واحد لازم تشوف الكوز انتي هيستامينك تروزي توبيكال ستيرويد وسيستيرويد حاجات ايمونيات مرطبات يعني اي كريمات تغطي الدنيا كده تقلل الهرش شويه خلاص ماشي كده يا دكاتره سهله خالص يعني. طيب الدراج رياكشن بقى من الحاجات اللي كانت بتحصل في الاكشن زي ما اتفقنا كده زي ما قلنا في وسط الكلام اي نوع دواء ممكن الرياكشن دي تيجي في صوره ايه كلينيكالي كل الريليشن اللي انتوا تعرفوها ممكن تحصل حتى لو بتروح تقول لك صعبه في بعض الحاجات تجيب الالف ايه دي كانت مثلا يعني تبع ايه اي ديزيز تقول لك ايه قولوا كل حاجه لها علاقه بالفيزيكال او الايه او الالسر احنا في حاجه عندنا اسمها بيج سيميليتورز يعني ايه بيج سيميليتورز بتتحط في الطبعه عشان تمس اي حاجه اللي هي الدراج الليبرسي والسيفلس دول بيج سيميليتور السيفلس لو بصينا احنا في السكندري ستيج اوف سيفلس كل الليجنس بقى موجوده ما عدا ايه؟ الفيزيكال والبولس ليشن الليبرسي لو بصينا التايبس بتاعت الليبرسي كل الليجنس ممكن نلاقيها موجوده ما عدا برضه الفيزيكال واللي ممكن تيجي بس سكندري ليشن خلاص فانا بقول لكم في حاجه اسمها بيج ستيميليتورز اللي هم السيفلس والليبروسي والدراج رياكشن لو اتزنقتوا في الشحوي اتزنقتوا في اي حاجه حطوها كده في الديفرنشال ديجنوستيك في الاخر تمام دي حاجه اسمها بيج ستيميليتور بس تظبطوها بقى على حسب التايب يعني مش برده كده يعني تمام كده بس عرفوها يعني دي حاجات ممكن تتحط كده في الديفرنشال ايه زي ما قلنا كلينيكال بيكتشر بتيجي في صوره اي حاجه بقى انجيوديما بنظام الاكتيفاريا ممكن تيجي بشكلها الوبيشيا اكني اكني خصوصا في الحاجات اللي بتعمل اكني اسمها اكني فورم ايربشن اللي هو اللي هو بتاع الفتحه وساعات الستيرويد الكورتيكوستيرويد دي في حالات باللارج دوز وفي عندها حالات بتحتاج دوز عاليه جدا من الستيرويد بتاعت فترات طويله مش عليها حاجه اسمها ديفيد مع بس مش عليها بس لما بنضيف فترات طويله بنلاقي فعلا الليجن بيطلع الليجن كده زي الاكني بنقول عليها اكني فورم ايربشن خلاص بس ما بتاخد بقى ايه مش تيبيكال ديستريبيوشن بتاع الاكل الفيس كده والشست لا بتاخد بقى تبقى ممكن ايه على الترام كله على الباك كله بس ما الاقي فيها الاكل ليجن بالظبط كوندومز ممكن نلاقيها باستيولز ممكن نلاقيها تمام في حاجات تعمل زي
زي فوتو سنسيتيفيتي. اما موم بريزنت تو بي احنا شرحناه في الانتي فانجر بيعمل فوتو سنسيتيفيتي خلاص. السورايزز ممكن في حاجه تبقى سورايتك لايت ليج اللي هو بيتا بلوكرز ممكن تعمل لنا سورايزز او انيشيت السورايزز يعني خلاص كده. الدكاتره في حاجات كده معينه يعني ايه وسط الكلام الايه تاني الارتيما مالتي فورم قلنا ممكن كونتراسبتيف بيلز ممكن تعمل يعني مش لازم تعرفوها كلها كده الاسامي يعني الدرجه ده بس جاست ان تعرفوا بس مش لازم في حاجات معينه يعني الانتي فانجر او تعمل فوتو سنسيتيفيتي الكونتراسبتيف ممكن تعمل ارتيما مالتي فورم انما مش لازم تاخد كل حاجه. في عندنا بقى ترم كده حاجه اسمها فيكس دراج ابشن. يعني ايه فيكس دراج ابشن؟ الكاتوليشن بدا يختفي او البيشنت بياخد مثلا نوع اللي هم بخصوصا بتشوفهم مع البيشنت اللي هم الهايبرتنسيف اللي بياخدوا الانتي هايبرتنسيف حاجات منتظمه مش عارف يوقف العلاج ده تمام. طلعوا ليجن ورا ليجن ورا ليجن بتبقى خلاص الليجن بدا ايه ياخد نفس الشكل نفس اللون مختلف شويه تبقى غايبه بتبقى مايليشيا وتبقى فكره كويسه. غالبا بيبقى فين موجود على اللبس وعلى الجينيتاليا مثلا على الحين الموست كومن حاجة بتاعنا في التكس الدرجة تمام؟ لبس والهاند والجينيتاليا واضح كده يا دكاترة؟ خلاص ده من الريكارنت بقى ايه؟ نفس السلايد هي نفس السلايد هي نفس التريتمنت ناخد السيستم الكورتيكوستيرويد ونوقف الايه الدراج اللي احنا